حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني حول أهمية العدل بين الأولاد، يعني ماذا يحدث إذا لم نعدل بين أولادنا؟ طبعا قبل كل شيء ينبغي عندما نطرح قضية العدل بين الأولاد أن نتذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو أولادكم. إذن أيها الأحبة، النبي أمرنا بالعدل. نحن قلنا قاعدة ذهبية ينبغي أن يتذكرها كل أخ حبيب: كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير، كل ما نهى عنه فيه شر. قاعدة ذهبية ينبغي أن نحفظها. ما دام النبي أمر بالعدل بين الأولاد، إذن هناك خير. أين هذا الخير؟ الآن سنحاول أن نعدد بعض فوائد العدل بين الأولاد. أولا أيها الأحبة، بالنسبة للطفل الصغير، يقول العلماء منذ أن يكون عمره شهرين يبدأ بالإحساس بالظلم والعدل، يفرق بين الظلم والعدل. طيب كيف اكتشفوا ذلك؟ جاءوا بمجموعة من الأطفال، تجربة جميلة جدا. أعطوا الأطفال كمية معينة من الطعام مثلا أو من الحلوى، وهناك طفل حرموه من هذه الحلوى أو أعطوه كمية أقل، فبدأ ينظر ويتلفت ويظهر الغضب. طبعا الطفل الصغير يعني من الصعب رصد مشاعره أو أحاسيسه، ولكن هناك من خلال كاميرات ومن خلال حتى أجهزة مسح براني المغناطيسي الوظيفي، وهناك يعني تقنيات حديثة تستطيع أن تعلم ماذا يدور في دماغ الطفل، سبحان الله. فوجدوا أن الطفل يتذمر، الطفل يعني يشعر بعدم الرضا منذ شهرين، تصوروا يعني عمره شهرين وهو يشعر ويميز بين الظلم والعدل. إذن خرج العلماء بنتيجة أن الإحساس بالظلم يخلق مع الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها تقتضي أن الإنسان منذ أن يخلق يشعر بالعدل أو بالظلم. طيب ما الذي يحدث داخل الطفل عندما يشعر بالظلم؟ أول شيء رد الفعل الطبيعي أنه يرفض هذا الظلم ويحاول تغيير هذا الظلم. طبعا هنا ليس كل الناس وليس كل الأطفال على مستوى واحد من الحلم والصبر إلى آخره، لا، هناك طفل متهور قد يضرب قد يؤذي نفسه. هناك يعني يقول العلماء إن موضوع الظلم والإحساس بالظلم لدى الأطفال يطور لديهم عندما يكبر سلوكا عدوانيا تجاه إخوته. سأكرر القاعدة أيها الأحبة رجاء يعني دققوا معي: عندما لا تعدل بين أبنائك منذ يعني سن شهرين على فكرة، ويتكرر هذا الظلم وعدم العدل عبر سنوات الطفولة، عندما يكبر هذا الطفل ويصبح شابا نجد أنه يميل باتجاه السلوك العدواني تجاه إخوته، وهذا الأمر سينعكس سلبيا على الأهل، على الوالد نفسه، وسيكون سلوك هذا الطفل العدواني موجها تجاه أبويه أيضا. أين يظهر هذا السلوك العدواني؟ سأقول لكم أيها الأحبة، يظهر أنه لا يستجيب لنداء الأب أو الأم، يظهر أن هذا الولد يصبح عنيدا، يصبح طماعا، يحاول أن يأخذ حصته وحصة غيره. لماذا؟ لأنك لم تنمي فيه ثقافة العدل. القضية الثانية أيها الأحبة، أن هذا الطفل عندما ينشأ على ثقافة عدم العدل فإنه يصبح أكثر طمعا، وهناك دراسات تؤكد أن هناك
يعني خللا يحدث في شخصية الطفل. يعني نحن نعلم أن الأطفال الذين يتعرضون لظلم شديد في الصغر غالبا ما ينشأون بشخصية غير متوازنة، لأن الإحساس بالظلم صعب. يعني هذا الطفل حتى لو عمره 3 أو 4 سنوات عندما يشعر أنه مظلوم في هذه العائلة، لا يعطى حقه، ما الذي يحدث؟ في دماغه تفكير مستمر حتى أثناء الليل. هذا التفكير المستمر يجعله ينمي شيئا من الحقد تجاه من حوله، من الكره تجاه من حوله، وهذه كلها ظواهر غير صحية تنعكس على الأهل. يعني الأهل فجأة يقولون إن ابني لا يستمع إلي، إن ابني عنيد، إن ابني مثلا لا ينفذ ما أطلبه منه، أو إنه لا يدرس، لا كذا، لا يتعلم، لا كذا. هناك اضطرابات في مجال التعليم أيضا تؤثر على الطفل إذا تعرض للظلم. طيب، بعد أن يكبر هذا الطفل ويصبح شابا، ما الذي يحدث؟ الظلم الذي يتعرض له الإنسان أيها الأحبة لابد أن يكون له رد فعل كامن خفي، نحن لا نراه لكنه موجود، يظهر في المواقف الحرجة. يعني عندما تعطي لأحد أبنائك مثلا بيتا ولا تعطي الآخر، حتى لو كان أنثى ينبغي أن تعدل، تعطي الذكر وتعطي الأنثى وفق قاعدة ذهبية وضعها الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الولد الذي لم يعطى، أو هذا الابن الذي لم يعطى حقه، فإنه يبدأ بالإحساس بالظلم. هذا الإحساس يؤثر حتى على النظام المناعي أيها الأحبة، نظام المناعة لديه يصبح أقل، يؤثر أيضا على، يعني نجد أنه يمرض كثيرا، نجد أن الولد الحساس جدا في العائلة، لا نراعي مشاعره، لا نعطيه مثل إخوته، يمرض كثيرا، وإذا أصيب بأقل مرض يبقى طويلا حتى يتعافى، ليس لديه نظام مناعي قوي، اختياراته تكون غير موفقة، لأن هذا الظلم عطل بعض مراكز في الدماغ، لم يعد يستطيع التفكير بشكل صحيح مثل إخوته. طيب، شيء ثاني سينعكس عليه حتى في تربية أبنائه، سينعكس عليه في تعامله مع أهله. طيب، أنت من الأساس أخي الحبيب، أختي الفاضلة، من الأساس النبي قال لكم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. طيب، اعدلوا بين هؤلاء الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيت هذا الولد مثلا درهم، أخته تأخذ النصف، أخاه يأخذ مثله. عندما تنمي فيهم مبدأ المساواة والعدل، أنت من سيرتاح، الأم سترتاح، الإخوة سيرتاحون، وبخاصة بعد موتك. هناك أيها الأحبة ناس لديهم ملايين، وبعد أن ماتوا للأسف حصلت مشاكل ومحاكم وأشياء كثيرة بين الأولاد. المفروض أن الأب يكون واعيا لهذا الأمر ويطبق حديث النبي، لأن هذا النبي يريد لنا الخير، يريد لنا السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك الله تبارك وتعالى أنصف هذا النبي عندما قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.